سيد علي، يعني ضعف الدولة اللي خلى العشائر تتمادى تستخدم هاي الأسلحة لا الثقيلة أكيد بالقتال، يعني ذلك يعني دريد نعرف انه تريدون يعني شلون نقدر نقنع احنا كمستثمرين او جنابك مستثمر يجون للمحافظة ويخلون فلوسهم بها. يعني سيد نعم علي، لو اقول لك انت مستثمر نعم تخلي فلوسك بمدينة نعم عشائرها تتقاتل بالسلاح الثقيل؟ من الجانب المنطقي ما اخلي، بس اني كبصري اخلي روحي للمدينه مو بس الفلوس. أنا سألتك، هو بالنسبة يعني إحنا كعشيرتين تتقاتل ضعف دولة؟ نعم اكيد، يعني انت لمن تعزين السبب بوجود هذا الاقتتال العشائري؟ ضعف الدوله عسكريا هو اللي سبب هذه الامور. يعني وبنفس الوقت اكو بعض القوانين تكبل يد القوات الموجودة، القوات الأمنية اللي هي حقوق الفرد وحقوق المرأة وحقوق أي شيء يحاول يكبت من هذه المشاكل العشائرية، يدخلون بمئة مدخل ويقولون لا جاي يضطهدون العالم. أبدا، عمره ما كان القانون وفرض على الناس شيء مجحف لحقوق البشر، ونحتاجه بالبصرة أكثر من أي محافظة، لأن البصرة مدينة مميزة وإلها خصوصيتها ومنفذ مهم جدا للبلد. من الجهات والأحزاب المستفيدة من هذا السلاح بالنسبة للعشائر هي ضامتها الوقت، تحتاج ربما يعني هو واحد، لأن الفرد بالفعل بالميليشيات هو فرد بعشيرة بصورة أو بأخرى، هذا رأي الشارع. السلاح موجود لدى العشائر ست، السلاح موجود لدى العشائر ولدى البيوت أيضا، لأن وصلنا لحالات سابقا، وصلنا لحالات حاليا، ترى الوضع بالبصرة داخل البصرة جيد جدا، يعني لا يغرك بعض القيل والقال هناك هنا وهناك، لكن الوضع بالبصرة جيد. لكن البيوتات البصرية على الأغلب، خلينا نقول مو كلها بس على الأغلب، تمتلك السلاح للدفاع عن نفسها في حالة حدوث أي مشكلة معينة، لأن سرعة وصول القوات الأمنية بدأت تلاقي مشكلة، إنه لأن اللي يجي يريد يسبب له مشكلة يجي مستعد، ويجي هو مخبئ سلاحه تحت أي عنوان تحت أي ظرف في سبيل إنه يقوم بالمشكلة اللي تفضلت بها حضرتك ممكن تصير بين عشيرتين. عشيرتين لكن نعم، نعم، لكن خلينا نحكي منطقيا، أنا من أريد أجي أحل مشكلة قائمة بين عشيرتين، أنا من المنطقي ما أدخل مدخل مباشر وأني شايف الأمور محتدمة، أضطر أنتظر بعض التهدئة لأحد الجانبين على مود أدخل كدولة، كناس ووجاهة عشائر، كناس معروفة لدى الجانبين في سبيل تهدئة الأمور، وبالنتيجة البصرة تتمتع بوجهاء جيدين جدا لإخماد هاي الفتنة.